كما قلت أنه مسجد المخيم الكبير، مخيم جنين الكبير، وأنا مؤذن المسجد منذ 30 عام، موظف في هذا المسجد الحمد لله رب العالمين. هاي غرفة الأذان، قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على هذه غرفة الأذان من ضمن الاعتداءات على بعض مرافق المسجد. أيضا هذا مكان طاهر ونظيف ونقي، فلذلك قامت قوات الاحتلال بتدنيس هذا المكان، مما أدى إلى التأثير على مشاعر المسلمين في هذا المكان، مما يؤدي ذلك إلى ردود فعل قد تكون غير محمودة للناس في المستقبل، خاصة أنهم قاموا ببعض الطقوس الدينية على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأوا الناس كلها أجمعين والعالم كلياته، وهذا الكلام يسيء أصلا لليهود.